كملينا صباحنا معكم مشاهدينا، ودائما بختام صباحنا غير لازم نضوي على الأنشطة يلي عم تصير بحلب، وخصوصا أنشطة مبادرة شهيق زفير مع أطفال داونة، وأيضا كمان في مسرح خيال الظل وصندوق الدنيا. رح نشوف شو هي الأشياء الجديدة يلي عم يعملوها، وأيضا نواكب أحداثهم، ويخبرنا عنها أكثر الأستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير ضمن اتصال. صباح الخير أستاذ. صباح النور. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ منتصر. يسعد صباحك أخي. بداية يعطيك ألف عافية على كل جهودكم واستمراريتكم ضمن مؤسسة شهيق وزفير لتقديم العديد من الأنشطة لدعم أطفال ذوي الهمم، أطفال الحب. خلينا هيك بداية، نحن دائما عبر شاشة الأخبارية السورية بنستعرض أجدد نشاطاتكم. اليوم بدنا نحكي عن نشاطكم الأخير مسرح خيال الظل وصندوق الدنيا، خبرنا أكثر عن هذا النشاط. يسعد صباحكم الحلقات الاخباريه اللي دوما مميزه بكل برامجها. صراحه مسرح خيال الظل كان هو بفعاليه كانت كثير حلوه باحد المطاعم بحلب، وصلت الحسن اللي هو قريب من قلعه حلب، اللي كان له رمز مهم جدا هي في عند منطقه حلب القديمه. الفعاليه استمرت لمده تقريبا يوم واحد، سمت مسرح خيال الظل، سمت صندوق الدنيا، عجائب اللي كنا نحن من زمان نحن بنحبه ونشتاق له اكثر واكثر. صمت مولويه، كانت الفعاليه عباره عن تقريبا لمده 5 ساعات، تعرفوا الاطفال على شيء اسمه مسرح خيال الظل، اللي هو نوع التمثيل المسرحي اللي بيستخدم فيه الاجتماع والى اخره. خلينا نقول مسرح خيال الظل هو كان وسائل تعطي مهارات معينه، تعطي مهارات لغويه، تنمي القيم الاخلاقيه عن الطفل. صراحه الطفل هو مرتبط كثير بشيء اسمه تلفزيون، او مرتبط بشيء اسمه افلام كرتون، فحاولنا نحن هذا اليوم بهذا المسرح خيال الظل نوجه الاطفال على شيء نحن بدنا اياه، يكون تربوي، يكون له مغزى، له كان. فكان فعاليه كثير حلوه، والاطفال كانوا مبسوطين جدا حتى اذا بتشوفي الصور انت خيال الظل، بتشوفي صندوق الدنيا عم بيمشي حوالين قلعه حلب، هذا له دور كثير حلو. اللي احنا نحاول نرجع التراث والقيم القديمه من زمان بهالفتره هي بالذات عشان الاطفال يطلعوا لنا يعرفوا اكثر واكثر. استاذ منتصر، يعني عم نشوف التطور كثير حلو وكثير ملحوظ، بس بدنا نعرف كيف كان اقبال الاطفال على هاي التطور وهي الفعاليات، يعني شيء جديد عليهم صندوق الدنيا ومسرحيه خيال الظل، خلينا نحكي على اقبالهم وكيف كان تفاعلهم مع الموضوع. انا بصراحه خيال الظل يعني انا اذا انا كنت يعني مثلا بعمري بحبه، او صندوق الدنيا بحس اني هذا كان شيء من زمان، لكن انا بتذكر ان هالحكي ما حكي بالحاله كثير، بس بقولوا مثلا كنا وقت كنا نشوفهم بالشوارع او بالحارات، كنا نطلع فرنجين ونص كان نشوف صندوق خيال الدنيا. تصور نحن كبار بنحب هذا الشيء، فكيف ان الاطفال عندهم اقبال وعندهم شوق وعندهم شغف لهالقصه هي بالذات، فكان الموضوع كثير كان لا ايجابي. حتى بتلاحظي انت بمسرح خيال الظل اطفال هن عم رقصوا الدمى، هن عم يشتغلوا عليها، هن عم يحاولوا يكونوا موجودين، فانا ما توقعت ان هذا الشيء ياثر عليهم يعني موضوع بشكل ايجابي، كان الموضوع كثير كان له كان وقع حلو على الاطفال، كانوا مبسوطين جدا وكان له دور كثير مهم في رفع الثقافه عند الاطفال هي. انا وجهت رساله معينه من خلال مسرحيه الظل للاطفال هذول، ان هن قادرين عندهم امكانيات واسعه، عندهم بنات كثير حلوه من جواتهم هن، فليش انا ما اعامل هذا الشيء بطريقه صحيحه مضبوطه، ووجه على افكاري احسن ما يكون مثلا افلام كرتون ثانيه غير مستهدفه او الى اخره، وجه بطريقه مضبوطه. انا عندي قوه بشريه هن بيواجهوا الموضوع بيعطوهم طاقه حلوه. تمام، كان الموضوع كثير ايجابي، الدور كان مهم على الاطفال. يا رب احنا نستمر لقدام شوي. في عندنا انشطه كان ما في انشطه كان مولويه، كمان شافوا المولويه وشافوا شغلات كثير حلوه، فيا رب ونحن دوما قد هالحمل هذا، لانه هو صراحه الطفل اعظم شيء بالدنيا واكثر شيء لنا، فليش نحن ما نحاول نحن ننمي هالمهارات هي بطريقه صحيحه.
تمام استاذ منتصر، يعني الفرحه والبسمه كثير واضحه على وجوه هدول الاطفال، وايضا كمان الفرحه على وجه حضرتك، يعني على النتيجه يلي طلعت فيها حضرتك. لفتني كمان انه كانت الانشطه والفعاليات ضمن مكان جدا تراثي تاريخي ثقافي، عم نحكي عن قلعه حلب. سبب اختياركم لهذا المكان لتنفذوا نشاطاتكم؟ هلا قلعه حلب هي خلينا نسميها قلعه اسطنبول، قلعه اللي حاول كل الاعداء دوما هم يعني يحتلوها، مكان فيه حصن منيع لهذا الموضوع بالذات. فحاولنا نحن نوجه انه يكون بحلب قلعه مهمه جدا، مناره مهمه جدا جدا للعالم كله يعني اجمعين، بحيث انه نحن نكون بحارات حلب القديمه، نكون بقلعه حلب، نكون بشوارع حلب. يعني ما تتخيلي قديش انت بتكوني عند منطقه القلعه بتشمي الريحه، يحكي الحجر، يحكي الارض، هي كلها لها تراث، لها معاني كبيره. نحن كمان مو بس كمان قلعه حلب، كمان مرات حلب القديمه كان بيت شعبي، كانوا عباره عن بيت شعبي، تصور يعني بيت شعبي عملنا فيه فعاليه، كان له دور مهم. عم ركز حاليا احنا على شيء اسمه ركز على او نضوي على المحلات القديمه بحلب عشان الناس تشوفها كعالم تعالي. فاكيد قلعه حلب هي لها دور كبير وكثير كثير مهمه لنا بصراحه. ان شاء الله يا رب عندنا انشطه كثيره مستمرين يا رب ان شاء الله. هي الانشطه استاذ منتصر رح نسالك عنها هلا، وسمعنا انه عم تفكروا او عم تتحضروا لحتى ترسموا بشكل تجميلي، وبالاخص انه بتجميل شوارع حلب، يعني شوي مغامره بالنسبه لك، خلينا نحكي عن هذا النشاط. هلا بيقولوا في مثل، بيقولوا ما بحب حلب او بالاحرى اللي برسم على شوارع حلب، او خلينا نقول اني اللي بيقولوا الحيطان بقاتل مجانين، اللي ما بحب حلب اكيد هو مجنون. نحن فكرنا بفكره كثير حلوه ان هي رسم على بشوارع حلب على الحيطان المهمله نوعا ما، فنضوي على شخصيات كثير كبيره. طبعا هي ما في مدرسه الدوايا، هي معروفه اساسا، بس نقول نحن نرسم صباح فخري مع عباره له مثلا يا مال الشام، يجوز مثلا نرسم نحن صورة الأستاذ صبري مدلل أو إلى آخره، أو حدا الشهداء، أو يعني شيء مثلا تراث معين على الشوارع هي، بحيث إني يعني حلب تكون لها دور كبير. بقولوا بداية الذهب كتبنا يا حلب ودي فجر الدنيا، أكيد كل الدروب العشق تؤدي لحلب، فحاولنا نحن نكون نحن مدورين هذا الموضوع بالذات، مع إنه صراحة مغامرة بين يميني وكثير موضوع له تأثير، بس أكيد نحن مع فريق الهندسي، مع فريق زوجينا، مع شخص الدعم، لان اكيد حنكون احنا موجودين ونعمل بصمات كثير حلوه. يعني تصوري انت مثلا بشوارع حلب احدى الشوارع هذا الحيطان، عترسمي انت مثلا صوره طفل عم تساوي شيء معين مع بلد داون او الى اخره، فشفت هذا الموضوع له تاثير ايجابي، وشفت هذا الموضوع له مغزى بين يعني. فيا رب يا رب تكون احنا قد الحمل، لاني فعلا مثل ما حكيت لحضرتك موضوع مغامره وموضوع له كثير كثير له يعني دور مهم. يمكن هذا الشيء باوروبا كان نفذوه باحدى المحلات، حتى بشوف التقرير السابق قبل شوي كان بمنطقه الشام عم يسموا على غزه دوما نحن نقول رحمه وشهاده غزه، عم يسموا شغلات حلوه عن الموضوع، ليش نحن ما نعمل هذا الشيء بحلب؟ خاصه اطفال الداون، اطفال زوج الهمم عندهم قدرات واسعه، عندهم امكانيات رائعه جدا جدا، فيا رب يا رب نكون نحن قد هذا الموضوع بالذات، لاني فعلا مغامره وفعلا فيه شغل كثير كثير، ويا رب ان شاء الله خير يا رب. طبعا الاطفال هنن اطفال داون هنن كلهم اللي راح يقوموا بالرسم؟ تمام، هلا في عندنا تقريبا نحن راح يكون عدد قطاعات، قطاع مثلا منطقه معينه مع فريق هندسي مع فريق الجرسون، يعني اربع اطفال من ذوي الهمم، ناخذ اربع قطاعات من حلب باذن الله بعد الموافقات طبعا. حيكون اربع اطفال مع فريق هندسي مع سكيورتي مع كم التجهيزات الان الى اخره، نرسم هالموضوع. هن الاطفال اول شيء المهندسين حيشتغلوا هن، بعدين هن الاطفال حيعبوا هذه المساحات الموجوده هن. الموضوع كثير له دور، وطبعا يعني في مو بس موضوع هو على الحيطان، لا في حتى نفكر نحن على دراج المدينه مثلا، درج نازل مثلا، نرسم شيء عن شيء مثلا بلموس كمان لحلب او الى اخره، بيعطي قيمه جماليه، بيعطي قيمه تراثيه لحلب، يعطي شغلات كثير كثير مهمة. يا رب حيكون هذا الموضوع بالذات، لأني بده شغل كثير، بده تركيز كثير كثير، حتى عم اشتغل
يعني بده يعني كثير قصص حتى نكون نسوي بده صيغه تكون جماليه حبيت الله راس. تمام، يعني صراحة أستاذ منتصر شيء بكبر القلب اليوم حالة الاستمرارية يلي أنتم فيها ضمن مؤسسة شهيق زفير ونشاطاتكم العديدة. شكرا لكم، شكرا لهي الاستمرارية، لأن اليوم يمكن بعض المؤسسات أو الجمعيات الخيرية ما تستمر بتقديم هذا الدعم، لكن أنتم دائما موجودين، دائما عم تدعموا هدول الفئة من الأطفال. مشكورة جهودكم أكيد، ونحن ناطرين لحتى نشوف أجمل اللوحات المرسومة ويلي رح تزين حيطان مدينة حلب. شكرا لك أستاذ منتصر.